عموما انا عارف ان النايت كلاب بتاعك عامل شغل جامد، بس انا سامع يعني انك ما بتدخلش اي حد والدنيا عندك مقفله شويه. خلي بالك الناس ما وراش غير الكلام، انت عارف. عارف عارف، احنا منعين الصحافه وشويه ناس كده ما لهمش اي لازمه. احنا كنا متوقعين كل الكلام ده واكتر من كده بكتير. بمناسبه احنا دي بقى، هو ياسين بيه ما بيشرفش ليه بقى لفتره مختفيه؟ يعني مش بعاده هجيلك اليومين دول. الباشا عاوز يشغل فلوسه في البورصه. البورصه الايام دي شفت بقى، وعمال تقول لي دورم ومش دورم، وانت عارف ياسين كويس لما بيحط حاجه في دماغه هيعملها. اسمى دي بقى طلعت من شله ياسين يا معلم. ده اللي انا كنت خايف منه، ياسين يلم الناس الجامده حواليه واحنا بقى نقعد كده. انا معرفش بصراحه طلع لنا فجاه منين ده. شو يا ابني صاحب الفي وشريكه من زمان، بيقولوا انتيم اصلا. ايوه بس انت عارف انا اعرف الفي من امتى؟ عمري ما سمعته بيحكي له عنه اصلا. طيب فكك بقى من الحوارات دي، هعمل ايه انا مع اسماء؟ الله، انت مش قلت هتظبط من ناحيتك لو انا ما عرفتش؟ شكرين قوي يا سيدي. باظت يعني؟ لا يا سيدي ما باظتش، انا سالت لك عليها الف امبارح وقال لي هي وياسين صحاب مش اكتر، وعموما هي جايه النهارده يا عم، تعالى اعرفك عليها. خلاص مية مية. صباح الخير. بتعملوا ايه يا ولاد؟ مفيش، قاعد انا ومجاوب نتكلم شويه. ازيك يا حاج؟ وازاي والدك ووالدتك؟ الحمد لله بسلامه على حضرتك. يلا يا فريد بلاش لكعه، يلا عشان تروح المستشفى. في ايه يا ماما؟ حاسه ان انا لسه في ثانويه عامه. فعلا انت لسه في ثانويه عامه، وعايز حد يغششك ويقول لك انك كبرت وبقيت راجل. حاضر يا ماما. حاضر، يلا حاتم. يس يلا، باي باي يا ماما. مع السلامه حبيبي. بعد اذنك طبعا. مع السلامه حبيبي. احنا بعدنا ليه فجأة؟ ليه بقى في بيت وناس خدوكي مني؟ ليه؟ كان الأمير حبيس قصره وحيداً، يعد خطة العودة إلى مملكته مرة أخرى. كان يفكر في أخطاء الماضي، كيف كان بطلاً في عيون الناس حتى تركوه وانقلبوا عليه. كان يتساءل في صمت، بالأمس كنت ملاكاً أو ظننت نفسي كذلك؟ في حقيقة الأمر أنا المنتقم، فارس العدالة يمشي على الأرض. أنا لا أندم، أنا لا أحب، أنا لا أكره، أنا نفسي لأني وجدتها كذلك. صباح النور. ازيك؟ انا كنت عايزه اعتذر لك بس على اللي حصل في الكلاس، اوعدك مش هعمل كده تاني. اظن اننا اتفقنا مش كده؟ لا خلاص، انا كنتش عارف ان انت وبابا وماما صحاب، ليه ما قلتليش ان انت جايه لنا؟ عشان احنا مش صحاب، انا وباباكي ومامتك قصدي. على فكره انا شفتك في الفي، بس اتكسفت ان انا اجي اسلم عليك، انا كان معاكي دكتور احمد. اتكسفتي ولا كنتي مشغوله مع حد؟ حد؟ حد مين؟ بيبقى معايا كذا حد. في حد معين بشوفك دايما معاه في الفي. ياسين؟ غريبه،
لسه جايين في سيرتك النهارده الصبح. سيرتي انا؟ يعني مش عنك بالظبط، الكتاب بتاعك العهد اقراه وبيحبه قوي، وانا كمان ناوي اقراه. يا ريت. وكمان انت بتقولي لي رايك هيحصل. على فكره انا حاسه ان انا اعرفك من زمان، حاساكي مختلف عن بقيه الدكاتره اللي عندنا في الجامعه، عشان كده بجد نفسي ان احنا نبقى اصحاب. طبعا ليه لا. طيب لو كده بقى دي الانفيتيشن بتاعت المعرض بتاعي في وسط البلد، هبقى مبسوطه قوي لو جيتي. حاجه تانية؟ لا بس خلاص. باي باي. اهلا يا زين. تعال تعال. هو انت مستني حد ولا ايه؟ لا مستني ايه؟ مفيش. وبعدين حتى لو انت صاحب بيت. الله عليك. بقولك ايه؟ انا متهيألي شفتك مع هاله المليجي من كام يوم كده. ايه النظام؟ مفيش لا نظام ولا حاجه. مفيش اي نظام. يعني البنت ظريفه لطيفه بس مش اكتر يعني. ظريفة ولطيفة؟ رجلات. على فكرة انا مش قصدي اي حاجة، بس انا بالعكس، ده انا اتبسط لك يا جدع بدل القعدة المنيلة اللي انت قاعدها لوحدك دي. على فكرة انا عديت على رمسيس وقلت له انك عاوز تخش في موضوع البورصة او حاجات زي كده، هو مستني تليفونك ومستني انك تعدي عليها. حلو. بمناسبة الفلوس وكده يعني أنا هسحب فلوسي من ألفي. تسحب فلوسك من ألفي؟ ليه يا ياسين؟ في حاجة مضايقاك ولا إيه؟ لا لا خالص خالص، مفيش حاجة مضايقاني. احنا بينا اتفاق لما المحل يكبر وينجح هيكون بتاعك انت لوحدك، انا بس بستثمر فلوسي. يعني الف الموضوع مش شخصي يا عم. لا ولا شخصي ولا حاجه، انا بس يعني عشان ابتديناه مع بعض. عامة براحتك، وانت جاي الليله دي؟ مش عارف، انا عندي ميعاد النهارده، بس يعني لو اتضرب هاجيلك على طول اكيد.